أفاد مراسلنا باندلاع شبكات محدودة صباح اليوم بين قوات الأمن ومسلحين في محيط ثكنة عسكرية رئيسية في مدينة بنجردان جنوبية تونس. ويسود بنجردان القريبة من الحدود الليبية هدوء حذر بعد هجوم الأمس الذي استهدف ثكنة عسكرية ومركزين أمنيين وأسفر عن مقتل 53 شخصا بينهم 36 مسلحا. وأكدت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك أن العملية العسكرية ما تزال مستمرة، كما أعلن الجيش تفجير عبوات ناسفة عثر عليها أمس بحوزة المسلحين. وتواصل القوات الأمنية إغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا وفرض حظر تجوال ليلي على المدينة. وقد كشف رئيس الحكومة التونسية لحبيب الصيد عن عثور القوات التونسية على مخابئ تحتوي على أسلحة متطورة بحوزة المسلحين أثناء العمليات الأمنية الجارية في منطقة بنجردان، مشيرا إلى أن ما حدث زود الحكومة والأجهزة الأمنية بمعطيات إضافية. عندنا معطيات اوليه، لكن ما معنى العدد اللي نعرفوه معناها مبدئيا تقريبا حوالي 50 شخص، اما ميزان العمليه معناها السنتاق ميزان متوسط. بالنسبه للي اكتشفناه متوقع من الموتى ولا من القضاء عليهم ولا تم اسرهم تقريبا اكثر من توانسه، نتوقعوا من التواجد، نتوقعوا منها ممكن تواجد عناصر منها قاعدين توا حاليا ثبتوا فيهم 36 اللي تم القضاء عليهم. انضم الينا من بنجردان علاء الدين زعتور مدير مكتب التلفزيون العربي في تونس. علاء الدين، اطلعنا على ما يجري حاليا في بنجردان وما هي المعطيات الامنيه الجديده التي تحدث عنها لحبيب الصيد والتي باتت تمتلكها الاجهزه الامنيه التونسيه. نعتذر اذا مشاهدينا. كاشتباكات يعني بين قوات الجيش التونسي. نعم أسمعك نادين، هل تسمعيني؟ نعم. قلت هناك اشتباكات متواصلة منذ حوالي الساعة والنصف الآن قرب الثكنة العسكرية. هناك اشتباكات بالقرب من الثكنة العسكرية الرئيسية وسط مدينة بنجردان بين قوات الجيش ومجموعة مسلحة يبدو أنها ما زالت متحصنة بأحد الأحياء القريبة من الثكنة العسكرية الرئيسية التي هجمت مساء أو صباح يوم أمس. حاليا نسمع طلقات نارية متقطعة أو طلق ناري متقطع بين الفينة والأخرى منذ حوالي الساعة والنصف. أيضا هناك تعزيزات عسكرية تصل إلى مكان العملية والاشتباكات، وهناك أيضا طائرات مروحية تحوم في الأجواء لتعقب المجموعات المسلحة التي تتواجد بالأحياء. هذه العملية في الحقيقة يعني نقلة نوعية في العمليات أو الهجمات المسلحة التي استهدفت قوات الأمن أو الجيش التونسيين، إذ امتدت العمليات إلى وسط الأحياء على عكس العمليات السابقة التي استهدفت مدنا حدودية خاصة مع الجزائر. لحبيب الصيد كان تحدث في ندوته الصحفية صباح اليوم عن كشف مخازن الأسلحة، وبالفعل الحديث هنا عن كشف كميات كبيرة جدا من الأسلحة وقاذفات الصواريخ أيضا التي كانت مخبأة في أحد المنازل والمخازن وسط المدينة الحدودية القريبة من الحدود مع ليبيا. وسط المدينة صباح اليوم تجولنا في وسط المدينة، تقريبا جميع المحال التجارية مغلقة، الأهالي متواجدون وسط المدينة، والحديث طبعا عن نجاح نسبي لقوات الأمن في التصدي رغم الحصيلة النهائية الثقيلة نوعا ما. نحن نتحدث عن 12 قتيلا في صفوف الأمن والجيش والحرس التونسيين وسبعة ضحايا من المدنيين. حاليا أيضا هناك يعني تقريبا في كافة مناطق ومداخل المدينة، وقوات الأمن والجيش التونسيين تقومان بتمشيط لكافة الطرقات والأحياء في وسط المدينة. شكرا جزيلا لك، مفادنا إلى بنجردان علاء الدين زعتور.